أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي الخالدة، موضوع الدرس الوحدة الرابعة، حب الوطن، الأسلوب اللغوي، التمني. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا، معرفة أسلوب التمني وأركانه. ثانيا، صياغة جمل تحوي أسلوب التمني. فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، يعقد المرء في فؤاده أمان كثيرة. أذكر ثلاثة أمنيات تمنيتها، بعضها تحقق وبعضها لم يتحقق. ما الإجابة؟ الأمنية الأولى: ليت كل شباب الوطن يعون معنى الوطنية الحقة. أحسنتم عزيزي الطالب، أين أداة التمني؟ نفكر. ليت، هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ ليت كل شباب الوطن يعون معنى الوطنية الحقة. ما الإجابة؟ نعم، من الممكن. ما الأمنية الثانية؟ نفكر قليلا. ليتني أكون مهندسا معماريا. أحسنتم عزيزي الطالب، أين أداة التمني؟ ليت، أحسنتم. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نفكر. نعم، من الممكن. ما الأمنية الثالثة؟ نفكر قليلا. ليت والدي يحضر حفل تكريمي. أحسنتم، أين أداة التمني؟ ليت، هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نفكر. نعم، من الممكن. عزيزي الطالب، ليتني أكون مهندسا معماريا. ما أداة التمني هنا؟ نفكر قليلا. أداة التمني ليت، هل الأمر الذي تمنيته يمكن تحقيقه؟ نفكر قليلا. نعم، يمكن تحقيقه. أحسنتم، ليت الشباب يعود يوما. هل الأمر الذي تمنيته يمكن تحقيقه؟ ما الإجابة؟ لا يمكن تحقيقه. عزيزي الطالب، عرف أسلوب التمني. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الرغبة في تحقق شيء محبوب حصوله، سواء أكان تحققه ممكنا أو غير ممكن. أحسنتم، التمني هو أسلوب، أداته ما أداة التمني؟ نفكر. ليت، عزيزي الطالب، أحاكي المثال التالي مستخدما التمني.
ليت كل مواطن ومواطنة يعلمان أن الوطنية ليست حديثا عن الوطني. أين أداة التمني هنا في هذا المثال؟ ليت، أحسنتم. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ ما الإجابة؟ نعم، من الممكن. ليت المواطنين فراغ، نكمل الفراغ. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ليت المواطنين يعلمون أن على الجميع تحمل التضحيات. عزيزي الطالب، أين أداة التمني؟ نفكر. ليت، هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نفكر قليلا. نعم، من الممكن. أحاكي المثال مستخدما التمني. ليت فراغ، ما الإجابة؟ نحاكي المثال السابق. ليت كل مواطن يدرك أن حب الوطن غريزة فطرية. أين أداة التمني؟ ليت، هل من الممكن تحقق الأمنية أم لا؟ نعم، من الممكن. أحسنتم. أحاكي المثال التالي مستخدما التمني. ليت فراغ، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ليت العالم الباكستاني بقي في بلاده. أين أداة التمني؟ ليت، أحسنتم. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ ما الإجابة؟ نعم، من الممكن. أقرأ الفقرة التالية وأستخلص منها أسلوب التمني. لقد أهدى إلينا وطننا الكثير، فيا ليتنا نكون أبناء بررة بهذا الوطن العزيز، لا سيما أننا نعيش في عالم مليء بالتحديات والتغيرات، ويا ليت المحافظة على إرثنا الحضاري تكون نصب أعيننا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال عمل مثمر وجهد خلاق وإبداع مستمر وعطاء دؤوب. نستخلص أسلوب التمني. نفكر قليلا. أحسنتم. ليت المحافظة على إرثنا الحضاري تكون نصب أعيننا. أين أداة التمني هنا؟ ليت، هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نفكر. نعم، من الممكن. أغير العبارات التالية مستخدما أسلوب التمني. طموحه أن يصبح طبيبا. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ليته يصبح طبيبا ماهرا. ليته يصبح طبيبا ماهرا. أحسنتم. أين أداة التمني؟ ليت، هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نعم، من الممكن. أغير العبارات التالية مستخدما أسلوب التمني. يتمنى أن يكون طيارا. ما الإجابة؟
نفكر قليلا. ليتني أصبح طيارا ماهرا. أحسنتم. أين أداة التمني؟ ليت. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نعم من الممكن. أغير العبارات التالية مستخدما أسلوب التمني. طموحها أن تكون معلمة. ما الإجابة؟ ليتها تصبح معلمة تسهم في تقدم بلادها. عزيزي الطالب، أصوغ ثلاث جمل تشتمل على أسلوب تمنن. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ليت عهود الصبا تعود. أين أداة التمني؟ ليت. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ لا ليس من الممكن. ما الأمنية الثانية؟ نفكر. ليتني أصبح إعلاميا محبوبا ناجحا. أين أداة التمني؟ ليت. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ من الممكن. ما الأمنية الثالثة؟ نفكر قليلا. ليتني لاعبا في المنتخب لأمثل وطني. أين أداة التمني؟ ليت. هل من الممكن تحقق هذه الأمنية أم لا؟ نعم من الممكن. تعلمنا اليوم أسلوب التمني، تعريفه، الرغبة في تحقق شيء محبوب حصوله سواء أكان تحققه ممكنا أو غير ممكن. أداته ليت. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.